زيارة مدينة مذهلة، وهذه هي الزيارة الثانية لي، فقد جئت إلى هنا قبل 20 عاما، والآن أقف مجددا أمام هذا النيل الرائع، وأرغب في شكر السيد محمد أبو العنين على هذا الاستقبال الرائع، وقد تحدث إلينا حول الجمهورية الجديدة والتطوير الذي يحدث على أرض مصر، وهذا أمر غاية في الأهمية لنا، فنحن أصدقاء وشركاء. بالنسبة لنا هناك لحظة هامة ننتظرها جميعا، وهي القمة العالمية المرتقبة حول التغيرات المناخية، ورئيس الوزراء الإنجليزي السيد جونسون سوف يلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا من الضروري التركيز خلال الفترة القادمة حول بناء شراكات حقيقية خاصة حول ملف المناخ. ونحن نعلم أن مصر سوف تترأس القمة المقبلة، ونحن نعلم أيضا أن كلمة السر دائما هي الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء أو النظيفة، وأظن أن وزراء الحكومة المصرية والإنجليزية سوف يعملون معا حول هذا الملف تحديدا، وبالتالي مصر سوف يكون لها دور هام خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بملف المناخ. أبو صلاح هو يعني ساحر، يعني he's a magician, he's incredible. أبو صلاح هو ساحر، هو شخص لا يصدق، هو مثال رائع للموهبة وملهم للشباب حول العالم. ولولا أنني أملك كرش، ولو فكرت في لعب كرة القدم مع صلاح، أعتقد أنني لن أصمد أكثر من دقيقة واحدة معه في الملعب. وإن كنت قد شاهدت هدفه الأخير أمام واتفورد، سوف ندرك جميعا أنه شخص لا يصدق. لقد أحرز هدفا مستحيلا من الناحية الفيزيائية، لكنه ممكن فقط لأنه مو صلاح. أنا أعتبر صلاح أفضل لاعب في العالم، ربما بعض السفراء لديهم لاعبون مفضلون آخرون، لكن مو شخص مميز للغاية، وأنا فخور به، وأهل مدينة ليفربول تحديدا فخورون بمحمد صلاح. ده تصريحات من السفير البريطاني في القاهرة، تحدث عن مصر، تحدث عن اللقاء مع النائب محمد أبو العنين، تحدث عن الجمهورية الجديدة، تكلم على عودته لمصر مرة أخرى، كان في السفارة ثم عاد بعد 20 عاما ليصبح سفيرا لبريطانيا.